محمد هشام محمد أحمد، 28 سنة، مواليد 1994، موظف في بلدية جنين، متزوج وعنده ولد وبنت. الولد اسمه آدم، عمره 4 سنوات، والبنت تالين عمرها 2.5 سنين. محمد شاب خلوق مؤدب، بحافظ على صومه وعلى صلاته، بيعرف والدي عصامي، بنى حاله لحاله من داره لشغله، وبيشتغل شغل ثاني بعد ما يروح من البلدية، بيشتغل شغل ثاني على اساس يوفر يعني المصاريف اللازمة للبيت. علاقته الحمد لله رب العالمين في الكل ممتازة، وعلاقته جيدة جدا ومحبوب، بيحكيش احدا، بيذمش حدا، بالعكس ملح مع الناس كلها، بيشارك في بيوت الأجير، بيشارك في الأفراح، يعني كل صفات الحمد لله المحترمة فيها في محمد الحمد لله. فمن الصبح دريت إنه الجيش اقتحم المخيم، فبلشت أتابع الفيس، يعني ما في إشي واضح، بكى إصابات وجيش ومحصرين دار فتح برايد، يعني ما في إشي يعني واضح. حكيت معه تقريبا على 10 الصبح، 10:30 حكيت معه، يعني وديت له مسج صوت، قلت له يابا بعدك في البلدية ولا روحته من مشان الجيش؟ قال له يابا أنا هيني عند رازي صاحبي، قاعدين في بيته، مش عارف أفوت على المخيم، وهيني عنده قاعد في البيت. قلت له طيب ماتي يابا، تحاولش تفوت على المخيم إلا بلا ما تتأكد إنه الجيش انسحب. قال لي ماشي يابا، يعني خلص هذا الأشي يعني أركنت أنا، بس ما متوقع يعني إنه راح يصير شيء. تقريبا مع 12 أجاني اتصال، قال لي اطمنت على بيتك، أهل بيتك؟ قلت له قال لي شو بي؟ قال لي اطمن أهل بيتك. قلت والله اطمنت، يعني ما فيش إشي، يعني حكيت مع الأمي على الدار وحكيت مع الأولاد ما في إشي، ولو بودي لي بمنشور يعني مسنجر، يعني بحكي لي جوز يعني اسم كنتي وجوز مستشهد، وكلها مستحيل. الناس حكيت معاه، يعني أنا ساعتها ارتبكت، ما عرفت شو بدي أعمل، يعني شو اللي صار شو اللي ما عرفتش، يعني ارتبكت. اتصلت على معلم تاعي، قلت له تعال روحني. قال لي ليش شو فيه؟ قلت والله دريت خبر سيء وبدي أروح، يعني الحقيقة اللحظة ما بعرف المحمد مستشهد ولا بعرف المتصاب ولا بعرف شيء. فأجني معلم هسه في الطريق وأنا مروح، صار يجيني اتصالات يعني من ولاد عمي ولاد أخوي، صار يجيني اتصالات وينك؟ مروح خير شو بي؟ طبعا قبلها صرت ارن على اهل داري، يعني رنيت على محمد نفسه ما ردش علي، رنيت على زوجتي ما ردتش علي، رنيت على ابني ما ردش علي. فحكيت مكالمه مع ابني، فرد علي احمد بنت اخوي وابن اختي، قال لي عمي محمد تصاوب روح، يعني ما قال لي شو بي، قال لي محمد تصاوب يا عمي وروح. فاتصلت على المعلم، قال لي تعال روح، كنت تعال روحني. فاجا حصل في الطريق، صار يجيني اتصالات من ولاد عمي، وين صرت وينك؟ قال يعني شو بي، حدا يطمني، حدا كل شيء؟ قال محمد متصاوب في شيء؟ قالوا لا. يعني بالاخير قد ما صارت اتصالات قلت لهم بالاخير يعني قولوا لي، يعني بدكوش تلعبوا باعصابي، يعني في شيء قولوا لي. قال لي ابن عمي محمد استشهد. يعني وصلت المخصوم وفتت على انا ونسايبي، عم نشتغل مع بعض، فتت وشفته في المستشفى.